بالصيف ومشاريع البحر، بس في كتير خطوات بسيطة منقدر نعملها لنكون إيكو فرندلي قبل وخلال مشوار البحر. روحوا على البحر بسيارة واحدة بدل ما تروحوا بكذا سيارة، وهيك فيكم تقضوا وقت أكثر مع أصحابكم وتستفيدوا منهم لوقت أطول. مهم كتير نقلل من استعمال المنتوجات اللي منا بيوديجرادابل. فينا مثلا ناخد معنا قليل المي من البيت يلي بنقدر نرجع معنا على البيت ونستعملها مرة تانية. لازم كمان نكب الزبالة يلي بتطلع معنا بكيس مخصصة للزبالة ونكبها بالمكان المناسب لما توصل بعدين على المي. والأهم تحطوا الزبالة بالسلة المخصصة للريسايكلينج، وخاصة التنك، الورق، وأكيد البلاستيك. أما لما تعملوا شوبينج الخاص بالبحر وتشتريوا أغراضكم، جربوا تشترون بدون كيس ولا غلاف، خاصة الكريمات وأكيد المايويات. Go to the beach and go green.